وعلى دلعونا وعلى دلعونا ما للحبايب وودعونا داخلي امك وداخلي بيك خلينا صحتك على دعونا شوفينا ست الحبايب يا ماما خلينا ياكي فرحتنا يا رب تخلينا. نحن خمس بنات وثلاث شباب، جوزفين، جاكلين، جان دارك، جولييت، جونفييف، جورج، جان وجوزيف. انا اصغر شيء، كلهم جوزين، ما في غير انا العزابي بالبيت. ما اجاني نصيب، واجا مره واحد شاب لعنا هون كان مرحوم بي بعده طيب، واجا حكي فيه، بس الماما ما قبلت لانه ما في غيري بالبيت بدي ضلي معه. ما قبلت الماما اتجوز، تعندت ما بدها، هاي اخر عنقود بتضلها عندي بالبيت. أختي فوفو هي صغيرة البيت، كلنا منحبها، نحنا 8 أشخاص. أكلتها غناج كتير هي وصغيرة، ما حدا بيعرف قديه كانت ناعمة وحلوة. لما كبرت شوي وبلشت تروح على المدرسة ما تستوعب الدرس نهائيا، قد ما ندرسها بعد دقيقتين بطل تحفظ. كانوا بيت جدي أحوالهم عقدهم، ما فكروا بالموضوع وما قدروا أخذوه عند حكمة. إنسانة عصبية، عندها ضعف بالذاكرة، أكيد عايشة بعالمها الخاص، عندها عايشة بالوهم مثل ما بتقولي، بدها العالم كلها تهتم فيها. اخ اخ يا ايدي، راحت محل ايدي، لا تتركب بالروح الا بفك براغي ايدي. فوفو هي خالتي، بس ما بقدر اعتبرها مثل باقي خالاتي، لانه خالاتي بيكونوا انه اكبر مني مثل امي بتكون، بس هي بعتبرها يمكن مثل كوزينتي، لانه درجة الذكاء اللي عندها إياها يمكن أقل مني بعد. ما بقدر أتعامل معها مثل ما بتعامل مع باقي خالاتي. بس كنت صغيرة ما كنت أعرف هيدا الشيء، يعني كنت فكرة أنه هي عادي خالتي. صرت لاحظ عليها أنه ما بتقدر تقرأ، ما بتقدر تعمل مات. اسأل مامي أنه ليش أنا بعرف وهي ما بتعرف، قالت لأنه هي منها معلمة. فصرت جرب أنا أعلمها، صرت جيب لها سيدوكيو، صرت جيب لها كلمات متقاطعة، خليها أنا تتمرن نتفة. ضليت على فترة كتيرة يعني جرب أنا أعلمها وهي ما تتعلم. جربنا نعلمها على الساعة، أخذت كتير كتير وقت معي حتى تعلمتها، تعلمت شوي بس برضو بتغلط. يعني إذا بدك توديها على الدكان بتروح بتجيب غراض، بس ما بتعرف قد المصاري. يعني بسألها مثلا قد حق كيلو الخيار، بتقلي حقه 1250، هي بتعرفه. بس 3250 ما بتعرف، تقلي حقهم 1000 و1000 و1000 و250 حقهم. يعني 3250 تقليك لا، حقهم 1000 و1000 و250، ما بتستوعب تقول 3250. عندها هواية كتير على الموكروزي، كان جيب لها مجلات الله، بعدين جبت لها كمبيوتر كان عند ولادي الصغار، اني وصغار كمبيوتر هيك بدق بصير يجاوب بعربي، بدق بالفرنساوي بصير يجاوب بالفرنساوي. ضلت على كذا سنة على هالكمبيوتر وهي لعبة. دوروا من هون تجي الصورة على الشاشة، بس انا بدي احسب من براسي واحسب بايدي. اذا طلعوا 8 28 بدي اكبس على 28، هي بس تقلي برافو ربيع. مفكرة حالها فوفو انه هي صاحبة البيت، ما تعرف التيتا تفسر لها انه هيدا مش مزبوط. تعلق هي وياها تضربها اوقات. فافا فافا
بتحسي حالك ان بتكرهيك، بتحب اخواتي اكثر منك يعني. بس هلا مرضت، هلا البنت المراه معها نشاف قوي بدماغها، بتنسى ان نحن اولادها، وبتنسى ان قاعده فيه. بتقلي انت شو قاعده بالوادي؟ بيجي على الصالون هون بتقلي قاعده بالوادي هيك. ما منش كتير يعني هذا، بس الله يخلينا كل واحد عنده ام ما بتنترك. كل شيء بيصير فيها تضربنا تعيط عليها. ام بلا الام بالبيت ما بيسوى. الام غير على البي، بي راح دنت الام. هلا اذا راحت الام بينتزع البيت كله. انا قابله معها تعمل اللي فينا فيني، تضربني، تسبلي، تشد بشعري، يا بتضربني بالمخدة يا بالحيف. ما هي مخلفتني وتعبتني وكبرتني وتعلمت. شو شو ما صار ام انا هاي كتير مبسوطة فينا لو ضربتني. هلأ عم تهتم بإمها هي، لأنه هي بدك تقولي إنه متكلين عليها، إنه هي بالبيت، موجودة بالبيت وهي الصغيرة، وهي رفقت إمها، إنه مجبورة يعني في قصة إنه مجبورة، بس إنه هي الاهتمام عقد ما بتعرف هي حرام، هي بتعطي عقد ما بتعرف. هي على طول كانت تتخانق هي وإمها، يعني إمها بدها تربيها وفوفو بدها تربي إمها، ناتهم بدهم يربوا بعضهم. يعني هن مفكرين حالهم انه هن العالم، ما في حدا حدهم، على طول على طول على طول بيتخانقوا. بحس انه ستي استسلمت، يعني اخر بنت لها هي فوفو، شفتها انه هي منا مزبوطة، فقررت انه خلص لشو انا بدي ساعدها، رح اعملها هيك عادة كأنه هي بنتي بحبها ما بحبها، بتساعدني بالبيت ما بدي جوزها، بتمسخر عليها وهيك. انا ما بحب المعامله اللي بتعملها ستي لها. يعني كيف كانت تعاملها امها، هلا فوفو عم بتعامل امها، صارت فوفو عم تنتقم من امها. معنا غصب عنك انا تجارب ولد فندرة تجارب لا برجع بعطيكي بدي شوف وش عيني. خليني خليني روحي منا، بدي شوف شوي بس، بدي شلحني بدي شلحني شوفوا روحي منا. انت مش رح شلحك اياك، مش رح شلحك اياك. ما في بيصير شيء الا ام عملي فيني اذا ما بدك، شديني بشعري قتليني، موطيني، خذي السكينه قتليني، بس انت تكوني فوق راسها يا امي. انا اذا صرت بي شيء خي بيضربني بيقتله، بيكب بيشلط حكي بيسبني وبيسالوا مرتين تانية يضربني. مرة روح لي ايدي ضربني دفشني هيك بشعري وفوتني على البراد. صار عمري 55 سنة عم تضربني لأني أنا مش مجوزة قاعدة ببيت معكم. قتل 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 شو يعني؟ أنا ما بقى فيني أتحمل. قال لي أنا ما حسك فيني يا بنت الشرموطة يا بنت المليوكة وشعري وعالحد بالحد بالحد. بيوصلوا يقولوا يلا فلي عمرك ما ترجع، كس اختك ما ترجع، يعني لا ما ترجع، يلا فلي منه. بيي اذا بخبرك نحن 8 اشخاص بس هي كانت المفضله عنده فوفو،
ما حدا يقدر يتطلع بفوفه موجود. مرة كنا سهرانين ابنا قال له نحن وهيدا البيت اللي نحن قاعدين فيه هذا لجوزيف. قال ما حدا بياخد هيدا البيت، هيدا البيت لفوفه. يوم يومين من بعد الخبرية مدري شو بنعمل بالبيت نحنا من شراعة أو شي، بتقول كلكم برا، هيدا بس يموت بوبا قال لي إنه هيدا البيت لإلك، ممنوع حدا يدعس هون كسر له إجري. هاي نهفة من اللي بتحطه براسه. فوفو عندها علامة الخاص هي بتفكيرها إنه هي إنه بتألف أخبار وخبرياتي منها موجودة، وهي أصلا ما أجاها أكيد ولا عريس، بس هي بتتخيل إنه أجاها عرسان. ومش قصة بتكذب، هي بتألف أخبار تنحنا إنه تلفت النظر. بقوم الصبح أنا بضبضب هالبيت كله، بعمل لها ترويق الماما بروقها، وبقوم بغير لها ونحط لها أكسجين، وبضبضب ومسح وكنس، ما بروح المطرح، ما بقدر نروح المطرح، ما فيني أترك حالي. بشتغل من الصبح للظهر كل نهار. يا أمي جايين عندي تطعميكي، تشكري الله اللي فايع الأكل. لا كلي لعندك انت عم تنطيك. ايه يلا صحتين مامي. يلا ايش الشخطورة ماما ما تعندي. يلا خلصيني. بزا اطير، بس انا حابب اكتر شي اطلع برات البيت، شوف العالم، روح على كنيسة قديس، روح شي هيك شوف العالم وهي واحكي معهم وتحدث معهم. حضر لي من البيت عطول عطول بالبيت 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 بالبيت. إذا هي ناطرة إنه ست تموت كرمال تقدر تعيش مرتاحة بالبيت، ما بعرف إذا هذا الشعور مزبوط إنه بنت يكون بدها إنه هي الأمي، إنه هي أمها يلي مفروض هي تحبها، مفروض إنه هي تتعامل معها وتكون بتحبها أكتر شيء بالدنيا كلها، تقول إنه أنا معقول بدي إنه أمي تموت وأنا ما يمكن ما بحبها لأمي، يمكن أمي ما بتحبها. بعطين إشارة؟ يعني زمان كتير يعني مش حسبتهم قديه. قديه؟ من وقتها مرضت الماما. Thank you.
شوفي حالك وانا قاعدي محاك بيدي للوناس هيك العالم يا قمر قمر يا قمر لا تطلعي عالشجرة طوي الشجرة عقلبي تطلعي تتغير بنت صغيري على ورد وخيطان ويد كان زمان على ورد وخيطان بيتزا مع بطاطا مقلية. لا بدي بيتزا وبطاطا وكبيس. هادي ما بحطولها لأنه بحب حدا يعني بعدي مغروفة عايك مغروفة بهدار الله يرحمك مات؟ مات هاي متى مات؟ من شهرين ثلاثة رحت عدفنا؟ ليه؟ مش بالجبل بالشمال شوفني على شمال ها؟ ما بيبدو كيف مات؟ شو صار له؟ أوصو مين؟ ما بعرف بالعسكر الشيء مين خبرك انه مات؟ اخته انت بتعرفي على اخته؟ حرام طيب ما رجعت حكيته ولا مرة؟ بس مات؟ لا اخر فترة بلا كثير مهزة اخته الله يبعثها لعلي اللي ضربوه كثير زعلت عليها ترى ما بدنا نبكي بدنا ناكل نحن زيين ونبسط مش طيبين لأنه انبسط هلا اليوم لا ما بحب افكر فيه ترى قتل حاله اعزبه ما له مجلد كيف اعزب؟ ما هلا قلت لي بالبيت انا مجلد هيدا غيره اه والله مانك هينه يعني تحب اكثر انا مع حالي هيداك شو يعني مين بتحبه اكثر؟ هيدا اللي مات هيدا منه ها منه؟ خد عجب لي اياها فرجينا حلوة ما رح بدي اكتمل عليها I love you هون ما لحق نحن هربتوني من البيت شو؟ نحتاج من بارة البيت هاي الصوتة بدي اوصل هون هلا فهمت راسك بك حالكم استفقلت لي صوتة بدي نية مالك يا حبيبي قوم ربي وناصيبي تحب تغني؟ مالك خلق اعطى الشط للغني ما طلع بلان شو هالغني واصلنا ما بنعرف تحبي؟ ايه ما بغني ما كان غني انا بسد الفن وين؟ بسد الفن عن جد؟ ايه معرض شرارة الله يرحمه انت كنت تغني هوني؟ عن جد؟ ايه كان مغروم فيني معرض شرارة وليه ما صار شي بيناتكم؟ مات مجوز الزلمة عنده شو بقتله مجوز ما بتعرف عن اللي مجوزين حياتي تذكر خيرك يا ربي ان شاء الله طلع تعي انا بس طول يلا تعي